اذا على بركه الله نبداو. اذا هذا هو الاكزرسيس الاول اللي عندنا. عطيني الديستونس ا بي فيها 25.20 متر، ا سي عندي 44.80 متر، وعندي خلاص هذه الزاويه هذه قائمه. اذا حنا غنتامين بالغراد، اذا هذه كتساوي 100 غراد، هذه فيها 100 غراد. شنو خاصني؟ خاصني الديستونس بي سي، وخاصني هذه الزاويه بيتا والزاويه سي، الزاويه بي والزاويه سي. دونك بما انه عندي مثلث قائم الزاويه فهذه سهله نخرجها. يعني كدير بي سي كتساوي الراسين كاري ديال اش ديال ا بي او كاري زائد ا سي او كاري. عاد غنجيو نديرو التطبيق. اذا عندنا ا بي فيها 25.20 او كاري زائد بي سي اللي هي 44 زائد ا سي اللي هي 44.80 او كاري. نجيبو كالكيلاتريس. الراسين 25.20 او كاري زائد 44.80 او كاري، هادي سيدي عطاتنا 51.40، 51.40 متر. قلنا هي هادي لقيتها دابا 51.40. مزيان. دابا غندوز نخرج لي زونكل اللي عندي اللي خاصني لي بي او سي. هنا في هاد لوكا يمكن لي نخدم بالمباراة الكاشي، يمكن لي نخدم بلا الواد سينيس. لان في هذه الحاله يمكن لي نخدم غير بلا الواد سينيس. امتى كنخدم بمباراة الكاشي؟ في حاله الا ما عندي حتى اونغل، فهمتيني؟ ما عندي حتى اونغل، اذا في هذه الحاله يمكن لي نخدم بمباراة الكاشي. مزيان. دونك شنو عندي هنا؟ غنخدم بالواد سينيس ونشوف. شنو بغيت؟ بغيت بي. عندي السينيس ديال بي، ورا كيف ما درتي سبقتي السينيس هو الاول اولا سبقتي هاد الديستونس اللي مقابله معاها، راه بحال وحنا غنشوفوها. غنديروهم حنا بجوج وغنشوفو، لان هادي مع من مقابل معاها، مقابل مع ا سي. اش كتساوي؟ غندير دابا لونغ اللي عندي، هادي ما عنديش، دونك هادي عندي. اذا غادي ندير السينيس ديال ا على ياش على الديستونس بي سي. مزيان. هادشي كيكافئ ان شنو خاصني انا؟ خاصني السينيس ديال بي. هادشي كيكافئ ان السينيس ديال بي كيساوي اذا هادي فهادي على هادي فهادي، او لا هادي فهادي على هادي هادي فهادي. دونك اذا السينيس كتساوي السينيس ديال ا نضربها في ا سي على ديستونس بي سي. دونك انا شنو بغيت؟ بغيت بي. هادشي كيكافئ ان بي كتساوي ليا سينيس موان زا ديال سينيس ا مضروبه في ا سي على بي سي. كتساوي نديرو دابا التطبيق العددي، سينيس موان زان ديال سينيس ا، سينيس ا اذا سينيس 100 اللي هو كيعطيني واحد، غنضربها في الديستونس ا سي. الديستونس ا سي اللي هي 44.80 على الديستونس بي سي اللي حسبناها لقينا فيها 51.40. كنجي كندير لابليكاسيون عاديه سينيس، شفتو سينيس موان زان، كتبرك على شيفت وتبرك على سينس كتعطيك سينيس موان زان. كندير الكسر، عندي السينيس ديال 100 مضروبه في 44.80، هادشي على 51.40. نجي نسد القوس وندير تساوي، لان هاد لونكل عطاتني 67.38 غراد. هادي كيفما قلنا عندنا 200، اما ندير 200 ناقص هذه زائد هذه، او ناخذ من بنفس العلاقه وغتخرج ليا. اذا حنا نديروهم بجوج، عندنا سيدي 200 ناقص عندنا 100 زائد لونغل الاخرى اللي لونغل ديال بي 67.38. هذه شحال غتخرج لينا؟ 32 62 عقلوا عليها. انا نديرها هنا، نديرها هنا 32.62 غراد. نخدموها حنايا بالواد السينيس ونشوفو واش غتعطينا نفس الشكل. كاين عندنا السينيس ديالاش، نخدم بالميثود الاخرى اللي قلت لكم. غنسبق دابا الديستانس، يعني كيف ما درنا في العلاقه اللي هي هذه مع من مقابله، مقابله مع ا بي. اذا غادي ندير سيدي ا بي على السينيس ديال سي. دينا غير باش تعرفوا بلي راه هاد القاعده كيف ما درتيها، سواء درتي السينيس الفوق ولا التحت راه ما كتغير حتى شي حاجه. ا بي على السينيس سي
هو تحافظ على نفس الترتيب، ماشي هنا دير بي على سينيس، سينيس دير سينيس ديال بي على بي على اسي، لا نفس الترتيب، كيساوي اسي هاد ديستونس على هاد الزاوية اللي عاد حسبناها حنا دابا على سينيس ديال بي. مزيان، هادشي كيكافئ أن شنو بغينا حنايا؟ بغينا السي ديال السينيس ديال سي اش تساوي، تساوي بي مضروبة في السينيس ديال بي على اسي. نجي ندير بي كتساوي سينيس موان زان، دابا عرف ماشي بي، ادير سي ماشي بي، هاهي سي كتساوي سينيس موان زان ديال هادشي هدا ديال بي. شحال عندنا حنا في بي؟ غادي ندير التطبيق نيشان، بي عندنا فيها 25.20 مضروبة في السينيس ديال بي، شحال لقينا في بي؟ 67.38. هادشي غنقسمو على اسي اسي 44.80 تتساوي عندنا السينيس موان زا 25.20 مضروبة في السينيس 67.38 على 44.80، شحال عطاتنا؟ 32. نردو البال، 32.61 كاينه 9.6، دونك غادي الماجوري غتولي عندي 62 غراد، وهي اللي خرجت لينا هنا. اذا الا بغينا السي كيف ما قلنا، الا عندي جوج ديال لي زونغل وبغينا لونغل الثالثه، راه ساهله، كدير 200 ناقص المجموع ديال هذوك جوج الزوايا، الزاويه ا اللي هي 100 زائد الزاويه بي اللي هي 67.38 كتساوي لنا 32.62 غراد. لان هذه غير مويان د كونترول باش انكم تكونتروليو روسكم. دابا بقى لي نكونترولي معكم بمبرهنه الكاشي، غنحسبو نيت الزاويه بي بمبرهنه الكاشي ياك. لان اشنو عندنا؟ خصني ندير نيشان تقريبا، نشوف واش مع هاد السباس ما يقدنيش، ولكن ديك الساعه ما قدنيش ندور الورقه، ماشي مشكل. شنو عندنا؟ اولا بالاحرى بلا تنجيب وقت الوساخ، شي ورقه اخرى خاويه ونخدم فيها. يعني مزيان، لا انا جبت الورقه غادي نخدم دابا على راحتي. خاصني انا هاد الزاويه، دونك بحال عندي هاد ديستونس وعندي هاد ديستونس، اذا عندي بحال بغيت اسي، لان هاي هكا تتبدا اسي او كاري اش كتساوي؟ كتساوي ا بي او كاري. علاش بديت باسي ودرت هنا ا بي؟ حيت انا اصلا بغيت هاد الزاويه، هاد الزاويه. اذا انا عندي هاد الضلع وعندي هاد الضلع وعندي هذا، يعني عندي ثلاثه ديال الاضلاع، يعني خاصني هاد الزاويه هادي. يعني شنو كندير؟ اسي او كاري كتساوي ا بي او كاري زائد بي سي، ماشي ا، زائد بي سي او كاري ناقص جوج في ا بي في بي سي في الكوسينيس ديال هاديك بي، في الكوسينيس ديال بي. انا شنو خصني؟ خصني الكوسينيس بي. يعني غنخرج هادشي كامل، عندي جوج مضروبة في ا بي مضروبة في بي سي، باقي ليا مضروبة في الكوسينيس بي كتساوي ا بي او كاري زائد بي سي او كاري ناقص ا سي او كاري. مزيان، شنو بغيت انا؟ بغيت بي، الزاوية بي كتساوي كوسينيس موان زان ديال اش؟ ومانا تخطيت واحد المرحله اخرى، حيت صافي راه داكشي شفناه فاش كنت كنحط لكم القاعده، راه باين. يعني عندي ا بي او كاري زائد بي سي او كاري ناقص ا سي او كاري، هادشي كامل على جوج في ا بي في بي سي. كنسد في القوس وكنخدم. نجي هنا ندير التطبيق العددي، كوسينيس موان زان ا بي او كاري، ا بي او كاري عندنا فيها 25.20، ندير لها او كاري زائد بي سي، بي سي 51.40 او كاري ناقص ا سي 44.80، 44.80 او كاري على جوج، جوج مضروبة في ا بي، جوج مضروبة في 25.20 مضروبة في بي سي، في بي سي 51.40. نجي ندير التطبيق العددي، إذا عندنا كوسينيس موان زان
ديال 25.20 وكاري زائد 51.40 وكاري ناقص 44.80 وكاري. هذا الشيء مقسوم على جوج، نضربها في 25.20 نضربها في 51.40، سد القوس شحال كيعطيني؟ 67.38 غراد، حيت خدينا جوج الارقام قبيله، ها هي خدينا جوج الارقام، تانا غناخدو جوج الارقام، دونك راه لي غولاسيون بجوجهم كيعطيني داكشي صحيح و بريسيزي. دن حنا شفنا هاد لي دو ميثود، حاولوا انكم تثبتوهم مزيان، راهم غينفعوكم ديال بصح، غينفعوكم بزاف في التمارين وبالاخص في لي روت. لي روت راه كنخدمو بهاد الطريقه هادي، ومازال غنزيدكم واحد الطريقه اخرى. دابا نشوف غنديرها لكم في شي فيديو اخر ان شاء الله الرحمن الرحيم، مع دي زابليكاسيون ديال التريغونوميتري باش انكم تثبتوهم مزيان ان شاء الله الرحمن الرحيم. نتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، ما تنساوش انكم تدعمونا بلي لايك وبالبارطاج، بارطاجيو لي فيديو ولاشين مع اصحابكم باش حتى هما يستافدو، باش تكبر العائله ان شاء الله الرحمن الرحيم. ونتلاقاو في الفيديو الجاي ان شاء الله، والسلام عليكم.